عسلامة، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا ديرة تحفونا برشا فيها تروز ابارتمون مناسبة لعائلة كبيرة والا خويت مع بعضهم ولا حاجة في البيجي نتاعها في المتناول، ماهيش غالية برشا. سعرها حاليا ما تروح في السوق 630 ألف دينار. المساحة الجملية فما 380 متر مربع، فيها تروز ابارتمون، زوز كبار وواحد صغار وواحد صغير، معاه تراس حلو فيمار، دونك كل شيء خارق العادة. لازمكم تعملوا فيها طلع من الاول حتى الاخر، او كنتم تقولوا لي جيب لنا ديار نتاع الميد بادجت، معناها بيجي مويا للناس الكوليكا الكل، هاكا باش نعمل لكم دوره في دوره مناسبه. نتابعوا مع بعضنا الفيديو حتى الاخر. دونك هذه هي الفساد نتاع الدار نتاعنا، هاكا ما شاء الله منوره بيان تروتوني الدار. مالها يعيشوا في ماشي لبرا، تخليكم رقمهم نجموا تتواصلوا معاهم ديريكتومون حتى لبرا في اي بلاصه، في الواتساب تلقاو لي كونتاكت اللي حاجتكم بيه. دونك عندنا مدخل هنا واسع، باب مزيان برشا، يدخلنا للتراس نتاع الدار. تراس حلو ياسر واسع، بيسينابل، نجموا نعملوا فيه بيسين كيما غاديين تشوفوا في الوسع. دونك هكا شوفوا الوسع بارابور الكهرباء، تنجموا تفهموا الحجم الطبيعي نتاع المساحه هذه. كل داخل حتى 6 جرام، بيسكو يعيش لبرا ما يعملوش غازون، هكا يعملوا تراسات هكايا، مسدكين يعني بالزيز نتاع التراسات، باش ما يطلعش برشا حشيش وبرشا أعشاب طفيلي. دونك عندنا ديكور حلو مزيانة، ستيل سيدي بوسعيد، هكا أبيض وأزرق، كل شيء يعمل 6 ستين كيف، بارتي هنا كبيرة نجمو نزرعو فيها اش نحبو. نعرفوا في تونس الكل كدينا عندنا مشاكل نتاع الماء يقص وندر شنو، دونك الملك ما يحبش الهرج الزايد، جا وعمل المجل وعمل الموتور نتاعو هذاك في اللي في الكوان، ديجا تلقاو اللوكال تكنيك نتاعو وين الموتور وين كل شيء. دونك في المدخل من هنا عندنا دروج يطلعنا للبرومي ايتاج، وعندنا دروج يكمل حاتاش للدوزيام ايتاج، باش تلقاو البنجالو الفوقاني الاستوديو الفوقاني اللي فيه الدار. دونك اللوطانيه ستاندينغ مويان، دونك بازيك باهية، دار واسعة نشرة. دونك شو تدخلوا من هنا تلقاو كولوار، عندنا لهنا الصالون واسع كيما غاديين تشوفوا، إيسيا صالون وصالة مونجي. من بعدين العرس هذه تنجموا تعملوا فيها ديكور ميرال ولا حاجة، كان تستحقوا ديكوراتريس ولا ديكوراتور نجم نبعث لكم اترافير الانستغرام. دونك نجيو من هنا تلقاو عندنا كوزين، كوجينة واسعة، ومن هنا تخرجنا للمنشر التيلاني وين نجمو نرجعو حتى للدار نتاعنا. دونك فما شبابك ملي كتفاس من جهات الكل، عندنا شبابك وعندنا إضاءة طبيعية تدخل للدار. دونك لهنا عندنا صالون، عندنا لهنا يونتيت بيس بيتنوم صارونا، عندنا لهنا تواليت، ومن هنا عندنا بيت أخرى أوسع شوية، وتويكا نرجعو مع بعضنا ونمشيو نشوفو بقيت الدار. دونك هاكا تشوفو معناها في الوسع، نجم ندخل الكهرباء لهنا، تسحقش كراج، شوية رينوفاسيون بوتيتر سلون دوموند نتاعك، تنجم تعمل تحسينات كيما تحب أنت. توا نطلع مع بعضنا للدروج ونمشيو نشوفو البورتمان الثاني توب بصراحة. برشا أشجار برشا خضار، هاكا تشوفو في البونغافيليه الدنيا كل منورة ما شاء الله. دونك احنا موجودين في الحامات الجنوبيه في سيدي حماد تحديدا، وين الجامعه وين عزيزه، دونك كل شيء قريب، لي كوموديتي كل شيء قراب. لهنا عندنا لابارتمون الثاني، شوفوا الروعه ما شاء الله، ديكور مزيان بالكدا بالكدا، شبابك براتيكمون في كبر الحيوت الكل، هاكا شوفوا معايا جو الامبيونس الكل، عندنا فيو سور مير من هنا. دونك لي كوموديتي الكل قراب كيما كنا نحكيو، بلافون مودرن نظيف مزيان يعمل 66 كيف، عندنا في شومبر سويت لهنا، وعندنا بيت اخرى من غادي تنشوفوها. دونك هذا هي صالون، صالون واسع هكا سي على ليفينغ و سالا مونجي، ومن هنا عندنا كوزين، كوزين اوبن سبيس، كوزين ايكيبي عامرة معمرة ما شاء الله. واسعة هاك تشوفوا معايا تسيع حتى طاولة بتاع فطور، دونك هذا يا الليفينغ. من هنا عندنا بتيت بيس، تنجم تكون شومبرا كوشي كيما تنجم تكون بيت قعاد، هما توا يكسبلوتيو فيه دونك
بيتقعد فيها التواليت نتاعها، فيها التواليت والدوش نتاعها، وهذا هي الكوبر نتاعها. تنجم تجي شومبر دونفون، هذا البيت هذه دي براك يحطوا فيها الحاجات الزايده من الكوان هذا، تنجموا تفهموا حجمها تقريبا قديش. نجيو منه ونعمل نطلع على الماستر بيدروم شومبر كوشي برانسيبال والا غرفه الابوين. دونك بيت نوم واسعه براتيكمون في كوبري سال، هاك تشوفوا معايا في الروعه كيف كيف. عندنا فيو ديجاجي من هنا، نجمو نشوفوا حتى البحر. دونك هذا الكوليكا الوسع نتاعها، شباب الكوليكا فيهم يريدو كل شيء من الكتريك بالفلسة سكر وتحل. عنا لهنا سال دو بان محلولة على بيت النوم، دونك عنا بانوار، عنا دوش، وعنا الكوفيت غاديكا تاع التواليت، من كل شيء منظم خارج العادة. وهذا الوسع كامل نتاع البيت. توا نمشيو مع بعضنا ونعملو طلة على الاستوديو الفوقاني ونشوفو الروعة نتاع التراس نتاعو. من هنا نلقاو زاد دروج يكمل يطلعنا حتىش للدوزيام ايتاج. دونك الدار موجودة في وسط كارتيي، دونك بلاصة عامرة كلها فيلات كلها ديار. كيما قلت لكم احنا موجودين في وسط سيدي حماد، دار الكوليك اكيبي بالكاميرا سيرفيونس لي لي زالارم لي ديتكتور دو موفمون كل شيء. هذه التراس نتاعنا شوفوا مع بعضنا لو ساعة ما شاء الله، النسمة اللي احنا ترد الروح. كنت في تونس الصباح في سكرة وحسيل وشايط الدنيا سخنة تقويلة الرومان عاملوا حال. دونك لهنا تلقاو عنا الاستوديو نتاعنا، لهنا الريحة والهواء شي يعمل كيف. ندخل نعمل عليه طلة زادة كيف كيف، ستاندينغ معناها بازيك موان، ما يسكن ما يسكن. دونك فما شكون ماهوش يلوش في اللوكس يقول لك اعطيني وين نسكن وكهو، فهمت؟ عائلتهم تلقاهم بعاد يحبوا يجيو يجيبهم يصيفوا يحبوا يتفرهدوا، دونك في البيدجي هذايا ما نجموش نلقاو حاجة بالوسعة هذا. دونك عندنا صالون لهنا، عندنا اون بيس هنا تنجم تكون شومبا كوشي، ما هما تو يستغلوا فيها تونكو بيت قاعد. دونك كيف كيف هي زوز شبابك، دونك تعطينا اضاءة طبيعية هايلة برشا. ومن هنا باش نلقاو عندنا البيت الاخرى، دونك اس بلس دو صالون اوبن سبيس، فيها كيتشينات صغرونة ما يكفي. ومن هنا عندنا التواليت ودوش. دونك كل شيء خارق العادة، دار تحفونة برشا، السوم نتاعها مناسب بارابور المساحة وبارابور عدد المتروات نتاع البني، رانا نحكيو على 360 متر مربع. صحيح موجودين في الكومباني نتاع الحمامات، نبعدو 5 دقايق على البحر وعلى زون توريستيك، لكن لي كوموديتي الكل حذانا، عزيزة الجامعة كل شيء، الحمام جزار دنيا كوليكا الكوشة كل شيء حذانا ادوبا في راسناش. دونك هذا هو، ان شاء الله عجبكم العقار. كيما قلت لكم خلي لكم رقم صاحب العقار ديريكتومو، نجموا تتواصلوا معاه على الواتساب على خاطر موجود في المانيا مش في تونس، وهكا تكون العمليه اسهل، عنده شكون سور بلاس ينجم يحل لكم ويوريكم وتكون اموركم مريقلة. سانك سانك ان شاء الله تكون من رزق واحد فيكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي.